يا ابو علويه بشوي اكل طبعا، واكيد اكيد حركات مش هيشوفوا، لان بص يا علويه طبعا هنا الشوايه بتاعتي موجوده، بصوا الحته دي مش مبينه، فحركات مش هيشوف الاكل خالص. نسجو بس يا رب الريحه بس يا علويه ما تطلعش كده في المكان وحركات تشم الريحه. انا ممكن اعمل حاجه تانيه، ممكن انزل البتاعه دي اوكي وكده مش هيشوف، بس الاكل هيتحرق. لا لا ما ينفعش، خلينا اشوي هنا كده الاكل بسرعه. يا عمي كم تشم الريحه هنا من اكل كتير؟ اذا وطت نار زماني طلع الحمار. وادي مالي انت مش بتعمل اكل، مش غدام، مش عامل تاكل لوحدك ولا ايه؟ قولي مول يا فرقة. ثانية انت بتحاول ايه يا ابني؟ انا مش حمار كبير. حمار؟ لا حول الله يا رب بس على الذكاء يا ابني. انت انت دلوقتي متحول ايه؟ يا ابني ما اقولك حمار. لا حول الله يا رب، واحد يقول انا حمار والتاني يقول انا العيال دي بس عامل فيها ايه؟ انت مش غدام مش ولا بتاكل اكل وحدك، مش وانا مش بقى جعان ولا ايه؟ جعان؟ استنى بس، اول حاجه انت مش متحول حمار، انت كده متحول حصان يا ابني، ده كده حصان. لا حمار. ابو علي انا مش عارف بصراحه هو اذا كان حمار ولا حصان، بس دي مش مشكلتي، انا دلوقتي بقيت خروف يا ابو علي، وانت كمان ممكن نحولك معزه. وات معزه؟ معزه بيه؟ بصوا انتوا الاثنين نبات اصلا، ايه في الكلام معايا عشان بس الاكل؟ انا حمار كنت بتشوف الاكل وانا انت امال اكل ايه؟ بس هو انت حمار انت هو يا علوي اللي بتحول لحمار، انا اعمل ايه طيب؟ هو مش ما انت مش وانت حقيقه، انا مش بتحول حمار. يا ابني ده مش حمار، صدقوني ده حصان. علوي انزلوا اكتبوا في الكومنتات حركات الفرخه كده بتحول حمار ولا حصان؟ يا ابني مش حمار يا ابني. والله ان انت نوب ولا فاهم اي حاجه. طيب اسمعوني، انتوا ليه متحولين كده اصلا؟ ادي مالي مش بقى، احنا مش عندنا خناق، خناق مش مع بقيه الحيوانات، خناق مع بقيه الحيوانات. وات؟ طب وانت اصلا يعني انت انسان وانت بشري، ايه علاقتك بالحيوانات؟ يا ابني مش خناق يا ابني. هو ايه اللي بص خناق؟ انت مالك انت؟ الحيوانات بتتخانق مع بعض، انت انسان انت مالك؟ لا احنا مش جيش الفراخ. المهم دلوقتي ان احنا دخلنا الخناق، لازم تيجي معانا بسرعه. انتوا بشر اصلا، ايه اللي مدخلكم في خناقه الحيوانات؟ انا مش فاهم والله. انت وانا مالي مش لما شاهدتناش مش هتبقى جاسوس. جاسوس؟ طيب ماشي، وان شاء الله بقى لما اساعدكم بساعدكم وانا انسان ولا لازم اتحول لحيوان؟ يا ابني مش لازم تتحول حيوان يا ابني. لازم اتحول حيوان؟ اسمها حيوان، بص لازم تتحول حيوان. لا حيوان. يا نهار زبادة على الفرق، انا اللي مش فاهم حاجة. طيب هتحولوني ايه؟ مش بقى احولك انت شمبانزي. قرد شمبانزي في عينك، القرد شمبانزي والله اضربك بالعصا. فاهم يا واد؟ ابو علي هو ده المكان بقى اللي بنقول لك عليه. وات؟ انتوا جايبين ده حديقة الحيوان يا ابني؟ مولي مولي ايه الحيوانات دي كلها؟ وادي مالي مش هلا مش هلا تتحول مش هلا شمبانزي. قرد شمبانزي في عينك، لا ما تحولش. ايه ده علوي؟ سلكت. بيقول لك اختار فريق، انا اخد الازرق. يبقى خدت الفريق الازرق، وانت حركات خدت انهي فريق؟ خدت مش اخضر يا حبيبي. اخضر اخضر مين يا فرخه؟ ما انت ازرق زيي. انا وادي مالي مش هابو شباش تتحول انت شمبانزي. انت شمبانزي والله. بص بتحول. اوه انا ممكن اتحول تمساح. لا لا مش عايز تمساح. فين يا علويه القرد اصلا؟ مش لاقي اي قرد. واضح حركات يا ابني مش هنا من شويه. هنا فين؟ ده هنا، ده اللي اسمه ايه، الغوريلا؟ لا مش عايز غوريلا. ايوه عند زعبله. اوه ماي جاد انا بقيت قرد والله. وات؟ طيب ثواني، هو في فريق ازرق وفريق احمر؟ ابو علي انا ضدكم على الفريق الاحمر، احنا اللي هنكسب. الفريق الاحمر اللي كسبان فعلا. ماشي طب احنا بنعمل ايه يا زعبله؟ ابو علي بس بنضرب بعض بالطوب. بنضرب بعض بالطوب. ايه ده؟ صح تصدقني بضرب. خليني اضرب الاسد ملك الغابه. امسك اسد. وات؟ هزمت الاسد واسمه ابو علي كمان. ممكن بسرعه؟ واحد من المتابعين عامل له ايه بقى؟ هو اللي في الفريق الاحمر. اوكي خلينا اهزم الولف. طب احنا بعد ما بنضرب كده اللي بيحصل؟ لازم مش تشاه علم هدوء. اسرق العالم؟ طب ثواني العالم في ايه ده علوي؟ استنى شفت حاجه، شفت حاجه. الحبوسه حتى طالعه لها فوق. او ماي جاد هنسرق يا حبيبي. هنا كان في علم علوي الواد سرقه هناك اهو. سرقوا القطه. اوكي في واحد بيحدف عليا. او ماي جاد او ماي جاد. استنوا 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 استنوا، في اسد طالع لنا طبعا. بص عشان هنهزمهم يا علوي. هزمته، موت الاسد. ليتس جو بسرعه بسرعه بسرعه، عايزين ناخد العالم. وطه دم من اس دم من اس. خلينا ناخد دم، خد دم ابو علي. وادي مالي مش عايزين نشمش منهم كام عالم، مش عشان نفوز. دول رايحين يحتلوا البيت عندنا. ابو علي بتحاول زي القرد والله. والله يا زعبوله لو شفتك تعالى واد امسك يا واد. انت بتحول لنا اسد يا واد، جاي تهجم علينا. امسك يا واد. موت موتوا موتوا. ايه ده الماتش خلص؟ انا فهمت دلوقتي على اللعبه. طبعا احنا دلوقتي هنختار العالم اللي هنلعب فيه. خلينا نختار مزرعه. بنحدد من هنا المكان اللي هنلعب فيه، وبيبقى فيه فريق حيوانات باللون الاحمر وفريق حيوانات باللون الازرق. المفروض بنروح نسرق من عندهم كده العالم. ياب نزلت دلوقتي انا قرد علوي. طب انا ينفع اغير الحيوان بتاعي؟ وادي مالي مش ينفع ولا مش تغيره. اوكي بسرعه
حركات الفرخه انت بتحاول ايه؟ ماشي انا عايز اغرب الحيوان الموت بقى كده، عايز اشوف الحيوان. ايه ده برضو قرد برضو؟ اوكي انا مش عايز ابقى قرد بقى يا ابني. مش قرد حيوان يا ابني، مش بتحاول قرد برضو. حركات الفرخه بتحاول قرد. لا لا انا ممكن ثانيه، انا ممكن اجي هنا كده. اوه ياب، ممكن اجيب حصان. بس جو بص علينا، خلينا اجيب الحصان ده، شكله جامد. وانا بقى لي يوم بتتحول حشاك كده، بص جسمه بطيء وبطيء، كبير وبطيء. تصدق فعلا انا بقيت بطيء شويه، وجسم كبير كده يقدروا ينشلوا فيها الطوب. هنجرب هنجرب. امسك اهو ثانيه، تعالى اهو، انت بتحول لي ولف يا واد. وده بيطير، ولف بيطير على الواد، عنده جناحات. تعالى يا واد والله بتسيبك، امسكوه موتوه. بص وش الفرقه ده، هاتوا هاتوا بسرعه بسرعه. انا برضه اللي هنكسبكم، احنا كمان هنكسبكم. او ماي جاد، انا بحاول اضربه. الواد مات، ده بياخد دم. الحق يا شباب ده بياخد دم. واجي بالي مش موتو بتاع حركه. بص بتحول لي غوريلا، حركات الغوريلا بطيئه يا ابني. مش هي قويه، هي قويه بس بطيئه. الواد علوي عمال يطير وطه وبياخد دم كمان. استنوا علوي، انا عايز اجيب حاجه غير الحصان عشان الحصان بطيء بصراحه. خليني اجيب الول. الحق الول في اللي بيطير ب 3500 كاش. انا معايا كام؟ انا معايا 740. اوكي طب علوي، عشان نجمع فلوس ونجيب حيوانات قويه. ايه ده، ايه الولف البطيء ده؟ عشان نجيب حيوانات قويه وسريعه وبتطير كده زي العيال، لازم طبعا يكون معانا كاش، والكاش ده عشان نجيبه لازم نسرق الاعلام. فانا هروح دلوقتي اسرق اي علم. بس يا زعبوله انتوا كسبانين 15 10. خلينا نضرب الاسد. امسك، ضربت الاسد. امسكوا الواد ده، الولف البطير ده. الواد بص عمال يطير على موته. تعالى يا دوب، لما موته خدت فلوس طبعا. امسك انت كمان، امسك امسك. بس موته. اوكي بسرعه بسرعه، موته وقت من الجزء. وادي مالي مش لسه مش غيايا غوريلا. حركات الفرخه الغوريلا بطيئه، انت بتعمل حركات يا ابني. مش بتكون امشي، بتكون نفسك. خلينا امشي بقى حركات كده، بشوف حركات بيعمل ايه. لا مش راح اكش ياسو كله. اوكي بقى. انت بتضرب في الهواء. ايه ده زعبول اهو. ام علي انا بتحول لويل، وانت كمان ويل. ايه ده، من اللي موتني فاكر وانا حاطين فاكر عشان تموت. او ماي جاد يا زعبول. ايوه انا موتت زعبول. واحد تاني متحول اسد. اوه بيقعدوني بيقعدوني، موتوني. اه معايا الاسد قوي. طيب دلوقتي بقى علوية، خلينا نغير الولف. احسن حاجه بصراحه انا جربتها لحد دلوقتي، وهي ايه ده، عندنا قرد ضابط شرطه. اول ايه يا ابني، مش وديه قرد حرامي. قرد حرامي. اوكي بصراحه احسن حاجه القرد علوية بصراحه. انا جربت القرد، عجبني جدا، سريع حلو، يقدر يروح يسرق الاعلام ونكسب. هما طبعا دلوقتي 29 يا علوية، احنا جايبين كام؟ 23. اوكي بص الواد ده، تعالى يا واد انو، تعالى يا واد انو. خلاص هخليه يمشي وانا راح اسرق العالم بسرعه. سوكا فراخ. ايوه الاسد ده، بعد كده الاسد موت، اول اسد، بعد كده الاسد الثاني. او ماي جاد العالم كله بتحول لاسود. امسك. اوه اسد هيموت، الاسد هيموت. تعالى يا واد انو، يا نهار زمادي، اسدين ونمر. اجري على اجري بسرعه، عايز ادخل اسرق العالم. بس هسرق العالم بس والله، موتوني انا بس على العالم. بصوا بيضحكوا عليا. ابو علي مات وبس على العالم بتاعنا. ايه ده، الفريق الاحمر ليه كواضع حركات. وادي مالي نمو اللي مش شكلي مش هيروح الفريق التاني. تروح الفريق التاني يا فرخه، عشان مفيش حد بيسرق الاعلام. بس انا علويه لازم اروح اسرق العالم دلوقتي. انا قاتل كام واحد مش بيبان عندي. ثانيه خلينا نروح هنا كده. العالم راح فين؟ الواد سرق العالم اهو، اللي من فريقنا النمر ده، بس عمالين يضربوه. برافو عليك الواد النمر، خد العالم علويه، شايفينه؟ دلوقتي المفروض اول ما عالم تاني ينزل انا اروح سرقه عشان نهزمهم. ايوان امشوا امشوا امشوا، خلينا نجيب النمر ده او الاسد ده. امسك النوب، امسك النوب، مات النوب. دلوقتي علوية العالم نزل. او ماي جاد ده هيموتوني. ابو علي انا جاي لك، انت بتسرق العالم بالبيت ولا ايه؟ بسرعه 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 قبل ما زعبول يجي. خلينا نسرق حد من على الجسر. دلوقتي علوية هم اللي جايبين. لو ابو علي ده ايه ده، موتوني. بسرعه بسرعه بسرعه، محدش يضربني يا رجاله، يا رجاله محدش يضربني. موتوني انا معايا العالم. ابو علي انت مالي مالي دي، مش عارف تجيب اعلم ولا ايه؟ لا حركات الفرقه السلامه، انا بحاول. امسك اوقات، امسك اوقات، موتوا موتوا يا نبات. عايزين شويه تركيز، اجري يا قردو. القرد بطيء برضه على، بحسه بطيء. ايوه اجري كده بسرعه. بص الواد اللي سرق العالم، ايه ده؟ زعبوله تعالى يا زعبوله. ابو علي احنا اللي كسبان، انا يا جبار. امسك يا زعبوله، عمال تنط لي زي الفروع. امسك يا زعبوله. ايه ده ابو علي، استنى افهمك بس اقول لك على حاجه. ابو علي يا رجاله اضربوا الواد ابو علي. امسك امسك يا نوب، امسك خليك تقع. ابو علي استنى بس، خلينا نروح له. انت رحت فين يا واد؟ رحت عند فريق حميمي ده، جايبين نمر شكله غريب، والفات ده الفريق الاحمر قوي. اضرب، موت منهم يا علوي، موت منهم والله. ابو علي اكتر واحد دشيت. ليتس جو، امسك يا زعبوله. ايه ده بيجوا علينا في مكان الحيوانات بتاعنا، اضربوه. انت بقى اللي جايب لي بص كل العيال دي. امسك يا زعبول، امسك ياب، موتك يا زعبوله. ايه الغدر ده، والله كنت لسه بجيب البتاع عشان هجيبها تبيع.
موت كمان الاسد. خلينا ندخل اسرع العالم بليز. ايوه نستخبى هنا كده استخبى هنا. اول بقى العالم ينزل يا سلام اطلع. لا دخلت في التراب الحمد لله. لا ثانيه معلم مش هتسيبك سيب العالم. مش هسيب العالم. الحق وصلت ولف فين ده مستخبي لي فوق البيت. مش هسيبه موت يا نوب. اوكي بسرعه يا رب الحق يا رب الحق. ماشي قدامهم بيحدفوا عليا بيحدفوا عليا. هولي مولي مش عايز حاجه تيجي فيا. لا بسرعه بليز موتوني. انت ولا مالي مش انت مش عارف تجيب ولا علم ولا ايه؟ يا حركات الفرخه بدل لو معايا اي مساعده كان زماني جبت العالم بس انتوا مش بتساعدوني. يا ابني مش ولا مش كل مره مش مبوق. حركات يا نوب انا عاوزكم تبقوا كتير هناك. وعلي لو جيتوا عند البيت بتاعنا هنقتلكم. احنا اللي كسبانين يا حبيبي احنا 66 دلوقتي وانتوا 62. ايه بقى الغدر ده انت كسبته؟ خلينا نروح تاني بالقرد. انا عايز اجمع فلوس على الواد. تعالى واد تعالى وادي قطه. انت رايح وادي قطه عشان تسرق العالم بتاعنا؟ امسكوه على اللوايه مش هتسيبه. امسكوه بسرعه. ايوه خلاص مره بيموت. تعالى يا حبيبي. اوكي ده سرقه ده قطه سريعه على اللوايه مش عارف انشل فيه حاجه وكمان صغير. موت جبتها فيه. في واحد تاني بيحدف عليا مساعده يا شباب مساعده يا شباب. او علي بيتضرب من الناحيتين. او ماي جاد في واحد بيضرب من ورا. يا رجاله حد يجي يساعدني. وادي مالي مش بتحاول تمسحه واخوانه. حركه الفرخه بتحاول لي تمسح على اللوايه بتمسح يعمل ايه بس؟ ابني مش هتكون مامي يا جبل. أم يا جبل بتمسح. انا دلوقتي على الويه جاتلي فكره انا هتحول حاجه صغيره قطه. يب هتحول قطه على الويه زي ما الواد كان متحول قطه كده جسمه صغير. ايه يا معلم انت اللي بتتحول قطه برضه؟ ايه ده زعبوله قطه. ليتس جو. صدقنا القطه كبيره برضه. اوكي امسكوا الواد اللي سرق العالم ده وبعدين بقى في الواد القطه ده على الويه كل مره يجي كده يسرق العالم ويفضل ينط كده زي الفرعون ويكسب ويودي العالم. وادي مالي مش هوا مش هوا الحمد لله. انا اللي بقطه والله ضربته بالبتاع الاخيره. يلا مش هوا يايا امشي تمسح امشي دلوقتي املا. تمسح عملاق. بص حركات الفرخه بتحول لهم تمساح. ايه ده؟ مين التمساح عندهم ده؟ عايز ابص كده على اي واحد منهم هنا هينزل هروح بص مديله على طول. طبعا هو لما بيموتوا بينزلوا. ايوه بص القطه. ايوه يا زعبوله انت يا جنب بتحول لي قطه زعبوله. ايه ده غدر؟ ابو علي موجود في البيت بتاعنا يا شباب مساعده مساعده بسرعه في البيت. امسك واد امسك واد. في نمر كمان ده اسد. الاسد بصوا بيطلع يجري مني خايفين مني على بص كم واحد بيتحول اسد. امسك والله بموتكم. اوه ماي جاد بموت اول واحد بعد كده الاسد الثاني. انا ودي مالي مش كل مشاع موتنا اسدين. انا مش تمشع كم يا حبيبي. ابو علي امسك ابو علي. بص زعبول اللي واقف والبيت عمال يضربني. امسك يا زعبول امسك يا نوب. ايه لا لاوي هموت ضربه واحده موت. اوكي موت. اوه ماي جاد لا اسد اسد. اوه بس الاسد بيجري ورايا. ثانيه ثانيه ثانيه. تعالى يا نوب هموتك دلوقتي. موت ودي مالي مش بدابه. اوكي اضربه حركات. ليتس جو موتناه. خلينا ناخد دم. يب خدت دم عشان كنت بقرب اموت. وضع حركات انت بقرب تموت. وادي مالي مش دلوقتي هروح اموت نفسي وانت خدها على. اوكي بسرعه بسرعه. لا بصوا كم واحد جاي. لا 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 انا بعلن انسحابي. بصوا كم واحد على الويب. ضربتهم ضربتهم ضربتهم. بسرعه 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 عايز اخد العالم. العالم بليز العالم بليز. كابتن سرقت العالم بينهم. ايه يا ابو علي يا جبار ابو علي سرق العالم. لو سرق العالم بيكسبوا هم 94 واحنا 94. مش عايز حاجه تيجي فيا بليز. لا معيش حتى دم معيش دم. مش عايز حاجه تفيا بسرعه بسرعه. حركات مساعده. وادي مالي مش وادي مش عادي يا نوب. يا حركات يا نوب نزل ضربه ضربه. خلينا نحط العلم. ليتس جو كسبت وديت العلم. اوكي اضربوا بقى العيال اللي جايه النوبات دي. والله اي واحد منهم يجي يتهزم هنا موتوهم. دلوقتي بص على الواد بقينا 101. طب علي راح سرق بص العالم الاكيد ده اللي خلاني يفوزوا. بس مقربين هم برضه يجيبونا على الويه. وادي مالي مش دلوقتي مش الكسبانين. دافع مشاع. ادافع ايوه باشا. هجيب ازل دلوقتي اجيب الفيل. انا عشان ادافع اجيب الفيل على الويه. الفيل احسن حاجه في الدفاع. انت وادي مالي يا نوب انت كده مش بقيت كميه تموت. ايه ده؟ لا يا حبيبي مش هموت. انا افلو من كده بس سديت الجول. انا دلوقتي حارس المرمى. ايه رايكم على الويه؟ ايوه ابدو افجر. اي حد يجي بالعالم هنا والله يكسر راسه. بس المشكله دلوقتي على الويه ان اي حد هينشل فيها فعلا انا هموت لان جسمي طبعا بصوا كبير. في اسد اهو. ايه ده واحد بيضربني. قطه مين ده؟ انا ابو علي. انا امسك يا زعبول زعبول موتني. ايه ده على الويه الفريق الاحمر هو اللي كسب. انت ما دام انت اليوم مش هيروح فيه تاني. اوكي على الويه الماتش خلص وخسرنا طبعا. وانا دلوقتي فيل. انا مش عايز ابقى فيل بصراحه. انا ممكن اجيب الكانجرو. الكانجرو سريع. خلينا نجرب الكانجرو. في عندنا هنا سكيلز اللي هي المهارات بتاعتنا. مش عارف المهارات. بصوا بيدينا سبيد اكتر وبتاع على الويه. طيب دلوقتي احنا بقينا حيوان الكانجرو. خلينا نجرب كده ونروح دلوقتي 0-0. ليتس جو. وانا حركات عايزين نفوز المره دي. القطه النوبه دي انت رايح فين يا حبيبي؟ رايح فين من اولها كده جاي تسرق العالم؟ تعالى مش هنسيبك.
تعالى لازم تموت موت. وانا حركت على اضربه. انت ماني مالي مش غايب في ايه؟ اتغير فريق فرقه. انا عايز اضرب بس الواد ده. صعب انه ازاي زي الفرولوز. او راحوا جابوا مساعده. ضرب ضرب ويموت ضرب ويموت. سرق العالم سرق العالم يا نوب. انا عايز اسرق العالم دلوقتي على الويل. لازم اسرق العالم بتاعهم عشان نكسب نجيب التعادل حتى. بصوا واقفين مدافعين ازاي. النمر بص هو بيدافع عن المكان بتاعه عشان هنا بينزل العالم طبعا. امسك اوكي عايز اخد العالم من هنا. يلا انزل بسرعه انزل عشان ايوه سرقت العالم. دلوقتي هروح اوديه هناك على عند القاعده بتاعتها عشان نكسب. ايه ده مين اللي متحول لفيل ده؟ يا نهار زبادي. بص الفيل عامل ازاي. اوكي خلينا نضرب في الفيل. بص الفيل جاي بيدافع. موت موت الفيل موت الفيل. النمر كمان بيدافع. امسك يا نمرو. ايه ده اتنين وادي مال يمشي. ايه ده حركات الفرقه راح في فريقهم. يا حركات يا نصاب. بص على وجهك كام واحد دلوقتي كلهم سابوني في الفريق ده. اضرب اضرب امسك يا واد. ايه ده علوية انا لوحدي كل ده فريق احمر. ابو علي استسلم. ابو علي كل الحاجات سيطرت على المكان بتاعكم. العيال بصوا كسبه 22-0. استنوا بس افهمكم حاجه. امسك امسك يا ابني. استنوا بقى يا ابني استنوا بقى سيبوني اكسب بقى. يا نهار زبادي يا علوية كتير. انتوا عارفين الحل ايه يا علوية؟ ان احنا نيجي كده عند الفريق بس العدد بتاعهم فل ما ينفعش اغير الفريق. وادي مالي مش متشددينش يا بس الفرقه راح تنسحب وتدخل الفريق بتاعهم. هو يا ابني مش قالي مكتوب بات ولا ايه؟ اوه ماي جاد. سري سري سري. بصوا كم واحد بيضرب فيا. لا حركات سرق العلم. ايوه يا حبيبي اتشابع. اضرب. المشكله ان الاسود قويه. بصوا بيلمسوني لمسه. انا عايز اتحول لاسد علو. بص النمر اللي جاي يضربني. تعالى واد تعالى واد. انت جاي تضرب النمر واد. جاي تضرب قصدي الكانجرو. امسك. يا نهار زبالة حتى النمر اقوى من الكانجرو. دلوقتي علوية مفيش غير الغوريلا. الغوريلا قوية تمسكهم تكسر راسهم طبعا. او علي هتموتوا برضه هتخسروا. انا اوريكم دلوقتي يا حبيبي. اطلع كده. بصوا الاسد ده امسك اهو. امسك ده انا اكسر راسك. تعالى والله بسيبك. تعالى تعالى ده انا بص ده انا على سواعك. تعالى واد تعالى واد. امشي. بص على على طول رحت ضربه. اي حد يجي هنا هيتضرب على طول. وادي مالي مش هموتك دلوقتي لو جه. اوكي دلوقتي بقى ايوه الفيل. تعالى فيل تعالى فيل. وده انا بص الغوريلا اقوى من الفيل. تعالى يا نوب تعالى امشي. ايه ده علويه خرتيت وفيل وكانجرو ولا دي الصور على ايه لوحدي؟ يا حبيبي مش ردد يا شوت. وان شفت واحد شفت واحد وسرق العالم كمان. طب على غبار امشي. اوكي تعالى يا زعبله مش هسيبك. طب على سرقت العالم بقى سيبني يا شباب. تعالى دافع عني. اوكي في واحد جاي ده مناص. تعالى وضع حركات تعالى وضع حركات. بس اقول لك على حاجه. ايه ده يا حبيبي كمان ما متحول مش يلا متحول ايدي كبير ولا ايه؟ ايدي كبير ده انا اوريك. ده بتحول غوريلا حبيبي. الوقت اللي بعده اللي بعده. امسك يا فيلو. امسك امسك. يلا موتنا الفيل. في فيل تاني. امسك. بصوا جايبين الفيل على الوقت عشان الفيل قوي. ليتس جو. انا ما بضربش دلوقتي بالطوبه. انا بضرب بايدي عشان الايد بتاعه الغوريلا قويه. لما اكون بعيد اضرب بالطوبه عادي. اوكي بصوا عمالين يضربوا فيا عشان كلهم عايزين يموتوني عشان انا اصلا اكتر واحد محتاج موت النمر. انه لا بصوا بيضربوني كلهم. انت يا عم ده بودي مالي مش واقع فيه. بس فرخه نو. بصوا جايين ورايا. يا استنى بس افهمكم. يا لوي يا لوي عايز اجري عايز اجري. تعال تعال والله ما اسمع. تعال متحول لي خرتي. تعال امسك. لا يا علوي اتنين على واحد. يلا بدي انت موت. تعال واد موت موت. اللي بعده واحد بتحول لي قطه. والله بسيبكم. تعالوا مين تسرقوا الاعلام بتاعتنا. موت موت. عايز مساعده علوية. اللي بيشوف الفيديو ده يجي يساعدني دلوقتي حالا لان انا الوحيد اللي عمال اضرب في العلب. بصوا موت القطه موت القطه. يابا موت القطه. هو انا موت انا موت. خلي اخد دم علوية. انا اكتر واحد بلعب حلو فيهم. هم بص كلهم قالوا بات. وادي مالي ماشي دلوقتي متحول ماشي ماشي بتريق. حركات الفرقه بتاعهم اللي بتركوا جايز من العالم. تعالى فرخه انت علي مش ده بودي مالي مش بيجي ويايا. والله بس تموت. بص موت حركات فين عملته برواز في الحيطه. ولا مش ماشي ما تجيش يا حبيبي مش ده بودي مالي مش. اوكي بسرعه دلوقتي حلو. احنا خسرانين جامد. الاسد انا مش عارف اروح اسرق العالم لان انا عمال ادافع عمال اضرب في العيال. اضرب مالي. اي حد يجي هنا عشان يسرق العالم هيموت. انا هوريك دلوقتي يا زعبوط. خلينا بس نموت القطه دي. هيلف مننا دلوقتي علوي. ايوه يب خلاص مات. دلوقتي ننزل. امسك يا نمرو امسك يا نمرو. موت موت. وادي مالي مش موت يا حبيبي. ايه ده حركات بتحاول بتبص زعبول هو بيضرب ازاي؟ ايوه ابو علي عشان نفوز. طيب دلوقتي علويه في خطه حلوه ممكن نعملها لو نفعت معانا هنتحول وممكن كمان نكسب. يب يا رب تنجح الخطه يا رب تنجح. يلا ابو علي بسرعه عشان هم كسبانين بكتير. ايه ده ابو علي انت عايز تعمل ايه؟ مش هعمل حاجه. انا بص دلوقتي هدافع عن البيت بتاعي. امشي كده ابو علي بسرعه 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 بسرعه. يا شباب ارجعوا ابو علي اللي شفته ده يسرق العالم. ايه ده احميك ده في افشاء. سرقت العالم. ليتس جو بسرعه. انا شفتك يا معلم مش هتسيبك. بص زعبول الدوب اللي بتحول لي دوت. اوه ماي جاد قطه عمال يدافع عن البيت بتاعه. بسرعه بسرعه. بص كله هيمشي ورايا دلوقتي على الوقت.
وهذا مالي مش شفتك كدو مش حركات بتحاول بطريقة حركات انسانة بخالتك يا عمي انت مش قدام ولا ايه ازاي متشيك ما يبني خالتي مش ما يكون مش شالك صالك يا فرقة انت عايش الدور بجد انت حيوان اوكي بسرعة دلوقتي وديت العالم على الواقع عشان نحاول نكسبهم اوكي انا دلوقتي برضو لازم اروح بسرعة طب علي انا دلوقتي لا دفع عليك لو جيت خليك لبوك ايه ده في واحد بشوق يا حركاتي يا نوب وانت يا حبيبي ولا ماشيبك ايه ده لو مش عاوز اوديه ولا ايه دم 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 خلينا ناخد دم ايوه اضرب كده في حركات يا واد يا حركات استنى لا يا نوب انت بص بتحول بطريقه علوي صغير مش عارف اجيب حاجه امسك ايه ده هيموت ايه ده لو مش ماما وانت يا حبيبي كان شحاب انسحب بص بياخد دم ثانيه ايوه مقرب يموت مقرب يموت يا رجاله تعالوا ساعدوني حركات موته بسرعه كيف تمشي ولا بحاول اوكي يا فرخه اعمل فيه بس على وين نبدا امسك واد امسك واد والله عوضك امسك واد ايه ده احمد كمان مالي مش عارف يوديني ايه ده زعبوا الله قال يساعدوا ابو علي امسك اتنين على واحد اوه تحول هنا كده او استخبى هنا موتوني بص كم واحد دول ثلاثه على واحد موت يا دو اوكي طيب خلينا نروح تاني بص هو دمهم صغير على اللوية تعال احركات ايه ده نوادي مالي مش جاي ده بفولي ولا ايه موت موت انا دلوقتي اوريك بقى موت موت حركات الفرخه تعال بس اعوضك اقول لك على حاجه هم مقربين يموتوا على اللوية بس انا عايز مساعده عايز مساعده يا شباب حد يضرب فيهم يا شباب ثلاثة بيضربوا عليا احنا في البيت بتاعنا بتيجي ليه يا بنت دلوقتي يا حركات يا فرخة ثلاثة على واحد موت حركات ايه يا حبيبي كمان تديني فلوسي ايوه اديتها لك فلوس امسك يا واد انت 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 جاي لي ها جاي لي انا عشان عايز تضربني امسك يا نوب بص النبر على الوية هموته دلوقتي بص هيطلع يجري اوكي ازاي بيضرب من بعيد موت ازاي ما كانش فيه الو موت يا حبيبي وادي مالي مش قلت لك تاني يا حركات يا فرخه لا كده كتير بصراحه انا دلوقتي على الويه بصوا دمي نقطه حمراء عايز اموت تعال موتنا حركات ايوه وعايز انفذ الخطه اللي انا كنت لسه عاملها عشان اكسب خلينا نروح كده بسرعه 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 ايوه ملناش دعوه باي حاجه ابو علي انا عارف الخطه دي هروح دلوقتي ادافع ايوه انا بص دلوقتي على الويه متحول ثعلب بكار عشان اروح بسرعه واكسب وادي مالي شفتك يا حبيبي اوكي بصوا ده في فيل وفي كل حاجه قد سرقت العالم سرقته انت مادي مالي مشاع بص كم واحد بيجري ورا يا نهار زبادي خلينا نط كده لا 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 ساعدوني يا شباب انا معاكم في الفريق بسرعه بسرعه ايوه نقعد نعمل كده على الوش ما يجيبوش فينا حاجه عشان نفوز هم بصوا جايبين كام 111 عالم واحنا 72 بس خلينا نحط العالم هنا يلا كسبت دلوقتي بقينا 77 عايز انفذ الخطه تاني في زعبول النوب سرق العالم تعالى يا زعبول امسك مش هنخليك تمشي يا زعبول زعبول اللي عمال يسرق الاعلام يا علوية امسك بص زعبول ناقص له نقطه بس نقطه يا زعبول الله يا غدار امسك يا رب تموت يا رب تموت موت يا معلم انا صاحبك صاحبي انا والله بسيبك لازم تجيب العالم هات واد العالم اللي معاك ده واد لا يا حبيبي امسك موته حركات الفرخه اهو اللي استخبى كده على علوية ايوه اوه الحمد لله ما شافونيش بصوا زعبول وحركات ايه انا عند بيتي دلوقتي عايز ابص كده على الواقع عشان اشوف العالم علي انا حاسس ان انت بس مستخبي انا فعلا مستخبي خلينا ناخد ايوه ازيك حركات ايه ده احمد كشاي عالم قدامي وادي حيامي انا سرقت العالم عشان اكسب يا حبيبي بسرعه اعمل كده يلا فيل دفع عنا فيل يلا نهار زمان العالم سريع سريع جدا سريع جدا لا لا لا, لا. حركات فرخه فاهمك يا حركات هاتي وادي عالم مش وادي غداء لا يا حبيبي مش هديلك اي عالم بسرعه 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 على الواقع عايز افوز عايز افوز حط العلم حطيته طبعا انا اكتر واحد والله بلعب حلو في فريقي فريقي كله نوبات خليني مستريح انا كده شويه طبعا يا علوي عشان اقدر اجيب الحاجات والسكيلز لازم يكون معايا فلوس حتى الحيوانات ذات نفسها يعني لو عايز اجيب ولف بيطير لازم يكون معايا 3500 انا معايا 1500 بس انا عشان فريق يعني عشان اجيب حيوانات قويه فعلا لازم يكون بصوا عشان مثلا اجيب اسد قوي الاسد ده اللي بيضرب قوه خارقه والحاجات يا نهار زبادي بصوا على يا نهار زبادي الاسد بصوا عامل ازاي ده الاسد بيطير عنده جناحات كمان وادي مالي مش عارف اجيب اسد بتيجي ولا ايه في محاوله دلوقتي علويه ان احنا نروح عشان نجيب عالم تاني عشان نفوز علي انا واقف هناك وبدافع لو جيت هتموت زعبول الماتش خلص وادي مالي مش هكتب واحد بوادكم يا ديو حركات اكتر واحد قاتل علويه ايه ده ما انا قاتل كتير برضه علي ما انت عشان خسرت ما ينفعش انا اذنكم عايز اغير فريق اروح مع الفريق اللي بيكسب ايوه ايه ده يا حبيبي وادي مالي مش مقلدنا بص على الواد الفريق الاحمر كله جيش الحراميه وادي مالي مش يلا مش رايح عالم ولا كمان اوكي بص حركات بتحول ذئب وانا تعال بص الفريق الازرق النوبات دول عيال نوبات اللي متحولين فيل يعني الفيل اصلا كبير سهل ان انت تنشل فيه والله عيال نوبات خلينا نطلع كده بسرعه بص ولا حد بيدافع عن القلعه ولا اي حاجه ناخد العالم بكل سهوله بص اللي متحول لي مان كده واقف غلبان بقول لكم فريق علويه بصوا نبات الفريق الازرق ده بصراحه
فانا عشان كده بقى ايه مشيت من الفريق الازرق. بصوا حتى المتحول اسد اهو هيموت بكل سهوله. يب فريق ضعيف جدا. خليني اروح اودي العلم بسرعه. اطلع كده اول علم يا علوي او تاني علم. يب ايه ده في فيل في فيل سريع سريع سريع. العلم لسه ما نزلش طبعا. العلم ليه وقت علوي وبينزل. اول ما ينزل نروح سارقينه على طول. اوكي ده في واحد اهو متحول لي قطه بالفريق الازرق. اضربوه والله ما نسيت. تعالى تعالى انا اعض امسك موت. بصوا طبعا علويه الثعلب بيضرب ازاي. بيعض بصوا بيعض. لو عايزين تضربوا الحاجات دي ايه ده. بصوا المونكي والله. تعالى مونكي انا اعضك يا مونكي. امسك يا اردو. تعالى لو انتوا عايزين تضربوا علويه الضرب ده بتدوسوا كيو. حرف الكيو طبعا هو اللي بيديكم الضربات اللي هي دي ان انتوا تضربوا بايديكم كده او ان انتوا تعضوا والحاجات دي. ايوه العلم نزل. ايوه حركات سرق العلم. يا حبيبي شو العلم ده حركات خد العلب. طب تعالى حركات تعالى يلا مش ده من وادي مش ادي اللي وادا. ايوه ايوه تعالى ارت راح تسرع حركات على طول. اديته واحده بص اهو امسك خلاص حركات بوتوله. يب بقى بص على الواد الفيل اللي بيضربني ده. انا اوريك اوريك ان الثعلب يا حبيبي اشطر من الفيل. ليتس جو ثعلب وموت فيل انتوا متخيلين. تعالى امسك امسك مونكي. ايوه امسك مونكي ليتس جو اضرب موته. خلينا نروح للي بعده. قطه عمال يضرب. موت يا قطه موت يا قطه. القطه ماتت. اللي بعده ليتس جو عايز اطلع. ايوه في علم وادي مالي مش هتشيل لك عيب شويه جابه. اوكي خدت العلم. يلا اروح اودي العلم دلوقتي. ايه الفريق الثاني ده احنا كسبناهم بكل سهوله. واحد بيسمي نفسه حركاته بتحاول تمساح. ايه ده يا حبيبي كده بيقلدني. اه والله بص بيقلدك لما انت كنت بتحاول تمساح. خلينا نحط العلم. يب دلوقتي احنا 52 وهم 11 بس. طبعا دلوقتي علوي احسن حاجه انا تحولت لها الثعلب بصراحه. الثعلب سريع حلو صغير ما ينفعش ان انت تنشل فيه عشان حجمه صغير. محدش بيعرف ينشل فيه طبعا. بص القرد يعني القرد استسلم. امسك انا هعضك دلوقتي يا قردو. امسك امسك ليتس جو. الواد هيزرق. يب موتنا. ايه ده القرد بصوا جاي ينتقم. تعالى مش هسيبك افيله. موت ليتس جو. طبعا الفيل لو داس كيو على وجهه هضرب بالزلومه بتاعته. دلوقتي عايزين نسرق العالم. العالم لسه ما نزلش. موت الفيل وباخد العالم قدامه ولا اي حد بيقول لي انت بتعمل ايه. يلا خليني احط العالم. يا سلام. دلوقتي طبعا كل ما بنجمع اعلام كل ما بناخد فلوس كتيره. انا طبعا يا علويه لازم اجيب الاسد اللي بيطير. لازم نجيبه حتى لو في حلقات ثانيه هجيب الاسد اللي بيطير ولازم اجربه معاكم. وادي مالي مش شايف مش عايز اضرب مش اي حد مش قبل بمشي. ده حركات عايز اسرق العالم وعايز اضربه. ايوه يا ابني مش هم مش عنده بقى. ده القرد سرق العالم بتاعنا. تعالى قرده. والله ما تسيبك يا اردو. خايف يطلع على الواحد حطه هنا بصوا عشان احنا واقفين له طبعا. هتطلع هتموت بسرعه نازل تحت. تعال 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 ده انا بص ده انا بص هدي لك في وش. بص على الواحد موته ما لحقش يعني احط طبعا العلم عشان انا ثعلب ذكي. ليتس جو. طبعا بعد ما ناخد العلم هتلاقي كتير بيضرب علينا. بص بص الواد جاي يجري ورايا زي اللي هو متحول اسد. يلا واد يا دب بوت. اوكي نطلع بسرعه ده في خناقه عندنا في البيت. واد يا مالي مش عايزين انا بلعب مش لبيتها. اوكي احط بس العلم ده. وادي مالي مش اتحولت زابي. ايه ده حركات بتحول كانجوروز. اقف كده حركات ثانيه. خلي مش بقى تهدي شمبانجي. سيبك منه سيبك منه ده فين فين وريني كده. وانت يا نهار زبالي حركات اتحول لكانجورو ظابط. هو يا ابني مش دلوقتي ده مش ده مش كمان واي حد يجي كده مش حاجه احطه في السجن. احطه في السجن ثانيه. علوي ممكن اتحول دلوقتي انا معايا معايا الكانجورو. يب خلينا نجيبه دلوقتي. انا بقيت كانجورو ظابط زي حركات. يا نهار زبالي بص العالي اللي هناك خناقة كبيرة. طيب طيب بصوا الواد اللي جاي يسرق دلوقتي. انت جاي تسرق ها؟ جاي تسرق صح؟ والله ما هسيبك. تعالى ده انا هقبض عليك. تعالى جاي تسرق العالم بتاعنا؟ تعالى واد تعالى واد ده انا بص هكسر راسك. تعالى واد خلينا نطلع كده ازيك حركات. خلينا نسرق العالم. ايوه سرقت العالم بالكنجر والظابط. ليتس جو. شايفين علويه وقدام العيال ولا حد قادر يعمل لي حاجه. تقريبا كده علويه خلاص كسبنا. ازيك حركات. وادي مالي مش اي حد يجيبه شبويته. بسرعه بسرعه بقى اطلع. نهر زبالي سرقت. انا بص على علويه احط لهم هنا فخ بقى. اي حد يجي يسرق العلم والله على علويه احط له هنا كده فخ. اوكي ممكن نجيب الموزه كمان احط له كده. ايوه فخ هنا ونحط له هنا كده الناحيه الثانيه. يب اي حد يجي هنا كده هيموت على طول عشان ابو علي حاطط موزه وحاطط كمان فخ. وادي مالي مش فين الموزه دي مش عاوزه كلها. تاكل ايه يا ابني ده فخ يا ابني. طيب يا علويه كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا احسن ثلاثه قاتلين انا وحركات واحد من جيش الحراميه. وادي مالي مش احنا اللي كسبنا بندو. طيب انا كمان فزت معاكم كده علويه. مش ناقص لنا غير ان احنا نجيب الاسد اللي بيطير. عايزين نجرب الاسد ده. بصوا بيطير في الجو ازاي. بصوا بس بكام؟ ب 3500. هنجيبه في حلقه ثانيه ونجربه وهوري لكم كده. علويه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه للكالجور الظابط. نشوفكم بكره. سلام.